احنا عندنا في البدايه اي واحد بيجي يدخل في الحركه الكشفيه يعني بنديله فتره من 3 ل 6 شهور. احنا بنختبره كمجموعه او كقاده او ايا كان، بنختبره بنشوفه هل هو هيبقى كويس، هيلتزم، هينضبط، يعني الحركه الكشفيه ماشيه معاه ولا لا. هو برضه في نفس الوقت بيختبر الحركه الكشفيه، بيشوف هي موافقه لميوله ورغباته وهواياته ولا لا. 3 ل 6 شهور دي فتره القبول او فتره الاختبار، هو بيجرب الحركه الكشفيه والحركه الكشفيه بتجربه. طيب بعد كده خلاص هو جرب وتمام، واحنا شفناه ان الراجل بيشتغل وتمام. طيب عايزين بقى بعد كده نيجي خلاص يعني ندخله في الفرقه بتاعتنا، فبنيجي بنعمل له يعني حفله بتسمى بحفله القبول. فحفله القبول دي هو بيردد حاجه اسمها الوعد. الوعد ده عباره عن ايه؟ عباره عن قسم هو بيقسمه انه هيلتزم بالقانون بتاع الكشافة وهينفذ بنود القانون دي، وهيراعي سلوكياته وواجباته اللي احنا قلناها في مبادئ الحركة الكشفية. فهو بيقر طواعية بمجرد ترديده للقسم او للوعد، فهو بيقر طواعية بقبوله والتزامه بتنفيذ ما ذكرناه من قبل. وده بيكون بإرادته. طيب الوعد اولا كده، اول نقطة هي الوعد والقانون. فاحنا هنبدأ بالوعد الاول، وهو هنقول تعريف والمقصود من الوعد، نص للوعد، عناصر الوعد، ومتى يؤدى الوعد، وعلاقة التحية بالوعد. طيب اول حاجة مفهوم الوعد. الوعد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن عهد بيقطعه المنتسب او الفتى او المنتسب للحركة الكشفية على نفسه امام مجموعة من اقرانه، تمام، حينما اختار الانضمام للحركة الكشفية. وهو بيقر بالمامه ببنود القانون، وبيقر بالتزامه او تعهده الشخصي ان هو ينفذها عن طريق التحلي بالسلوكيات السليمة في حياته. طيب الوعد ده مقصود منه ايه؟ مقصود من الوعد ان الفتى بيقبل دعوة الحركة الكشفية للتنمية. يعني ايه؟ يعني هو الحركة الكشفية هدفها تنمية الشخصية من جميع الجوانب. فهو بمجرد ان هو قال الوعد ودخل معانا في الحركة الكشفية، فهو بيقبل دعوة الحركة الكشفية لتنمية قدراته، وبيتخذ قراره دوت طواعية منه بقبول القانون الكشفي، ويتحمل مسؤولية هذا القرار من خلال العمل الشخصي. طيب الوعد ده هو يعتبر كخطوة رمزية أولى في عملية التربية الذاتية. يبقى الوعد هو خطوة رمزية أولى في عملية التربية الذاتية. ومش معنى كده ان انا بطالبه ان هو يكون كشاف مثالي، لا، دي تعتبر نقطة انطلاق. لكن انا بمجرد ان انا لو انا بطالبه ان هو يبقى كشاف مثالي، كلمة كشاف مثالي دي كده انا وصلت لخط النهاية. لكن انا في البداية ان الوعد خطوة رمزية كخطوة اولى، تمام. إن الوعد بذل غاية الجهد يشير على البذل الفرد لقصارى جهده طبقا لقدراته. طبعا احنا عندنا فروق فردية، فكل واحد بيحاول ينفذ ويوصل للغاية بتاعته عن طريق قدراته الشخصية وما تتناسب ليه. يعني طبعا الجهد بيعادل تحقيق الهدف في الأهمية. يعني ايه؟ يعني الجهد يعني يكون ان انا ابذل جهد عشان احاول اوصل للحاجة، ده بيعادل ان انا احقق الهدف او اوصل للحاجة دي. فاحنا زي ما احنا قلنا ان في فروق فردية، فكل واحد بيحاول يوصل للهدف بتاعه او يحقق الحاجة بتاعته طبقا لقدراته والفروق الفردية عند كل واحد.
طبعا ان الجهد عملية شخصية، وعملية التقدم يمكن تقويمها من حيث ما كان الفتى عليه من قبل. يعني انا يعني انا بشوف الولد بقدر اقيمه عن طريق الولد كان جاي لي مستواه عامل ازاي، ودلوقتي بعد ما عملت له برنامج مثلا لمدة 6 شهور بقيس القدرات بتاعته، بقدر اقيمه ويعني احدد اذا كان في تقدم ولا لا. طيب بعد كده نص الوعد. الوعد يعتبر النص بتاعه نص موحد واحد، هو ان يختلف بس في بعض الالفاظ او الكلمات طبقا للمرحلة العمرية. فاحنا عندنا في مرحلة الاشبال النص الوعد بيقول: اعد ان ابذل جهدي في ان اقوم بما يجب علي نحو الله والوطن، وان اصنع معروفا كل يوم، وان اعمل بقانون الاشبال. طيب نيجي نبص بقى على الوعد للمراحل من الكشافة فيما فوق. بيقول اعد بشرفي، يبقى احنا هنا زودنا كلمة بشرفي، ان ابذل جهدي في ان اقوم بما يجب علي نحو الله ثم الوطن، وان اساعد الناس في جميع الظروف. يبقى هنا اساعد الناس في الاشبال بيقول اصنع معروفا كل يوم، وان اساعد الناس في جميع الظروف، وان اعمل بقانون الكشافة. يبقى الاشبال بيقولوا الاشبال، كل اللي بعد كده بقى الكشافة بيقولوا كشافة. تمام، وده النص بتاع الوعد. طيب نيجي نشوف العناصر بتاعت الوعد. الوعد الكشفي هو قمة الهرم في الحركة الكشفية، هو اول حاجة يعني اول حاجة بنبدأ بيها في الحركة الكشفية. ما ينفعش واحد يدخل الحركة الكشفية وهو مش عارف الوعد. يبقى الوعد يتضمن مبادئ الحركة الكشفية، هي الواجب نحو الله، والواجب نحو الآخرين، والواجب نحو الذات. لو جينا كده نبص مع بعض على الوعد هنلاقي التلاتة دول موجودين في الوعد: أعد بشرفي، أن أبذل جهدي في أن أقوم بواجبي نحو الله والوطن، وأن أساعد الناس الآخرين أهو في جميع الظروف، وأن أعمل بقانون الكشافة. وطبعا انا بعمل بقانون الكشافة ده عن طريق تطبيق السلوكيات والبنود الشخصية، يبقى كده الواجب نحو الذات. تمام، يبقى كده التلاتة. طيب متى يؤدى الوعد؟ الوعد بنأديه في حالتين: في حالة الدخول، يعني الدخول الجديد للحركة الكشفية، او الانتقال من فرقة لفرقة. خلاص انا كنت اشبال ورحت كشافة فبردد الوعد تاني، كنت كشافة ورحت متقدم فبردد الوعد تاني، وهكذا. طيب بعد كده عندي حفلة القبول وحفلة الانتقال، دول اللي هما الحفلتين اللي انا بردد فيهم الوعد. وطبعا من التقاليد الكشفية العريقة اللي بتثبت في الأذهان، وبالذات في المراحل السنية الصغيرة، لما الولد بتثبت في ذهنه صورة الحفلة وهو بيقول الوعد وتنصيبه، ويعني ويلبسه المنديل، وإن القائد بيحتفل بيه وبيقول له أهلا بيك في فريقك، وأهلا بيك في الحركة الكشفية بصفة عامة. فالصورة دي يعني بالنسبة كمان يعني بشكل كبير جدا في المراحل السنية الصغيرة بتثبت في الأذهان بطريقة يعني صعب ان هي تتنسي. طيب بعد كده عندي في، طبعا احنا قلنا في حفل الوعد وفي حفل الانتقال، ان شاء الله دول جلسات تانية هناخدهم بالتفصيل بقى ونشرح ايه اللي بيتم فيهم بالظبط. بنردد في الحفلتين دول الوعد.